أفادت ولاية الطارف ربط 1860 مسكنا من تقنية الانترنت FTTH عالي التدفق. وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة أعطت إشارة إنجاز مشروع مد شبكة الألياف البصرية على مسافة 119 كيلومترا بمقطعين هما عنابة الطارف عنابة القالة. بالنسبه للاحياء السكنيه الجديده كل صيغ سواء يعني الالبيا الاوبيجي الاجتماعيه او السكنات الترقويه كلها توصل ابتداء من 2017 بشبكه الالياف البصريه حتى المنزل التي تسمح بالتدفق العالي جدا. كذلك تدعيم الحلقه بين ولايتي عنابه والطرف ب 115 كيلومتر من الالياف البصريه التي تسمح في ذات الوقت بزياده التدفق من 1.2 الى 1.7 تيرابايت. هدائما فرعون قامت بتدشين مكاتب بريدية كما أطلقت خدمة الإنترنت بجملة من المدارس.